السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، آخر التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس تشير إلى عودة الأجواء الممطرة والباردة المنعشة بإذن الله تعالى بداية من الأحد 21 من شهر أجوان 2020. إذن متابعينا الكرام، بعد ارتفاع في درجات الحرارة هذا الأسبوع، أين سترتفع كثيرا على المناطق الصحراوية والمناطق الشمالية للجزائر، ستعود الأمطار من جديد واضطراب إن شاء الله. البداية سيخص المناطق الشرقية الساحلية والداخلية بأمطار قد تكون غزيرة وأجواء أيضا منعشة وباردة إن شاء الله. إذن بعد هذا الاضطراب إن شاء الله هناك بعض الاضطرابات الأخرى ستشمل المناطق الغربية والوسطى، سنوفيكم بتفاصيلها لاحقا مع اقتراب المدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.